وإن تبدلت الأساليب والأدوات يبدو الهدف واحد هنا في مدينة تعز بعد 5 سنوات من محاولة إحراق ساحة الحرية التي تمر ذكرها اليوم. ما تزال المدينة تعيش أيام نظام الرئيس المخلوع بل وأسوأ منها. بعد 5 سنوات لم تتغير، تحولت المحرقة في الساحة إلى محرقة كبيرة لتعز ولكل أبنائها. تحول الحقد على تلك الساحة إلى حقد كامل على تعز وعلى الوطن. لم يتغير شيء، ما زالت أدوات القتل والقتلة هم القتلة وهم الأعداء وهم الذين يجب أن نحاكمهم ذات لحظة إن شاء الله من زمن يتجه بنا إلى العدل والإنصاف. وقعت المحرقة أو ما يسميها الشباب هنا باليوم الأسود في 29 مايو 2011، فتفاصيلها لم تغب عمن عايشوها وعاشوها حتى اليوم، حيث أقدمت قوات الرئيس المخلوع على محاولة اقتحام ساحة الحرية، فاستخدمت من ضمن أدوات القمع التي تجربها إشعال النار في بعض خيام الشباب المحتاج. لم تتمكن حينها من اقتحام الساحة نهائيا ومحاولة تصفيتها إلا بعد أن تمددت النار المشتعلة في أرجاء المكان والتهمت أكبر أجزاء من المخيم. كان يوما قاسيا على أبناء تعز، حيث بدأنا بعد العصر عملية اقتحام ساحة الحرية بشكل أو بآخر، بداية برمينا بمسيلات الدموع بكثافة جدا كبيرة، بعدها بذلك محاولة الضرب بالرصاص وسقط من الشباب من الشهداء والجرحى كثير. بعد ذلك تم رمي بعد كذا الساعة 9 ليلا رمي الخيام بالبترول وحرق الخيام تماما. ظل الشباب صامدين في ذاك اليوم إلى بعد منتصف الليل وهم متمسكين في مكانهم، حتى لم يستطيعوا أن يقاوموا حريق الساحة في ذاك الوقت وتم اقتحام الساحة. يمكن القول اليوم إن محاولة إحراق ساحة الحرية كانت بداية للنيل من تعز. فبعد 5 سنوات تقريبا من المحاولة الأولى لكسر روح الثورة في هذه المحافظة، يعيد التاريخ نفسه على شكل مأساة جديدة تتمثل في الحصار والحرب. إحياء الذكرى الخابسة لمحرقة الساحة ليس سوى تذكيراً بتدشين مشروع الرئيس المخلوع ضد هذه المدينة وأبنائها الذين كان لهم السبق في الخروج ضده. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.